هل جه وقت بيع محمد صلاح؟ صلاح خرج قدام ايفرتون بلانك، قبلها عمل 2 اسيست قدام نيوكاسل ما شطش على الجون، قبلها خرج من غير ما يسجل ولا يصنع اي حاجه في فوز ليفربول 9-0 على بورنموث، وده رقم كبير جدا. فهل دلوقتي خلاص 13 مليون في صلاح بقى رقم كبير؟ هل خلاص المفروض ان هو يتباع؟ خلينا نتكلم الاول عن صلاح فين في الملعب. صلاح مركزه في الملعب دلوقتي جناح يمين، هو المركز المعتاد بتاعه، ولكن اماكن تواجده في الملعب مختلفه عن قبل كده. قبل كده صلاح كان بيضم للعمق اكتر عشان يكون اشبه بمهاجم تاني في اوقات كتيره، كان دايما هدفه ان هو دايما يبص على الجون ويوصل للجون ويسجل اهداف او يصنع اهداف. دلوقتي بقى اكتر منه قريب لصانع لعب. تبص على ارقام صلاح من ناحيه صناعه اللعب هتلاقي صنع 24 فرصه، هو اكتر لاعب في الدوري كله صنع فرص، بس هتلاقي تسديداته مثلا على المرمى 4. في نفس الوقت السنه اللي فاتت كان صلاح شاط 11 كوره على الجون ما بعد اول 6 جولات، وده رقم يعني اكتر قريب تقريبا من 3 اضعاف. تبص على نقط صلاح حتى في الفانتسي، دلوقتي صلاح جاب 38 نقطه، في نفس الوقت السنه اللي فاتت كان جايب 57 نقطه. صلاح جاله 4 فرص مؤكده بس في 6 جولات، الموسم اللي فات بعد 6 جولات كان جايله 8 فرص مؤكده. فارقام صلاح قلت كتير عن السنه اللي فاتت، حتى لو تبص على الخريطه الحراريه بتاعته هتلاقي اماكن وجوده للجون ابعد عن قبل كده، ودي مشكله لازم يورجن كلوب يلاقي حل، لان هو مازال ما لقاش الهداف مع صلاح اللي موجود، اللي كان موجود في مانيه السنه اللي فاتت. نونيز لسه العجله بتاعته ما ضرتش، فيرمينو بحالات، جوتا كان مصاب، وبالتالي فيورجن كلوب مطالب ان هو يحل المشكله دي وان هو يقرب صلاح اكتر للجون، ده عشان كرويا مصلحه ليفربول وفانتازيا عشان مصلحتنا. فهل دلوقتي اجابه السؤال بتاع بيع صلاح يتباع دلوقتي؟ في رايي هو بيلعب ولفرهامبتون هوم، فدي جوله يتصبر فيها على صلاح. ما بعد كده فعلا مش هقدر اقول لاي حد ما تبيعش صلاح، لان ببساطه لو هو الكلام ده ما اتغيرش ومكانه للملعب بقى اقرب، يعني في الشوط الثاني من ماتش نيوكاسل كان بدا يبقى عندنا شويه حاجات يعني مبشرات بالخير، ان هو بدا يكون اقرب للجون، ان هو يدخل شويه للعمق ويستلم الكره في عمق دفاع نيوكاسل، وبالتالي كان في شويه خطوره. صنع الجون الاولاني من مكان كان موجود فيه قريب من العمق لفيرمينو، وبالتالي كان فيه حاجات تمام. رجع بقى الكلام في ماتش ايفرتون، رجعنا تاني زي ما كان بيحصل قبل كده. فبالنسبه لي محمد صلاح والفرانتون هوم هو ماتش انا ما بيعوش فيه، هخليه زي ما هو. ما بعد كده ليفربول نفسه يبقى عنده رن ماتشات صعبه، فعلى اساسها بقى تقدر تحكم هل انت هتتخلى عن صلاح، هتكمل بصلاح، تبيعه وتجيب لويس دياز مثلا. ولكن في رايي ان انت حتى لو هتبيع محمد صلاح سواء الجوله دي او ما بعد كده ما تتخلاش خالص عن ليفربول مره واحده. ليفربول مش هيفضل بنفس الشكل ده على طول، وهيبدا يستفيق واحده واحده عشان طبيعي انه يجمع نقاط نفسه على توب فور، وارد يكون زي الموسم اللي قبل اللي فات اللي هو في النهايه صعده دوري ابطال في الامطار الاخيره من السباق. ارنولد خلاص نتخلى عن ارنولد وروبرتسون، لو عندك روبرتسون اعتقد تخلى عنه خلاص، لان روبرتسون عنده بديل سيميكاس بينزل مكانه في اوقات كثيره من المباراه، والماتش الاخير كمان بدا عليه قدام ايفرتون. فخلاص لو عندك روبرتسون انا رايي انك تتخلى عنه. دبل الدفاع عموما من اي فريق سواء ليفربول او تشيلسي او السيتي فكره مش صحيحه تماما، احنا كنا بدانا بيها في الموسم الناس كانت مضبله من دفاع تشيلسي او سيتي او ليفربول، لكن خلاص الموضوع ده ما بقاش مجدي دلوقتي مع شفنا المشاكل اللي بتحصل في دفاعات الفرقه دي. يمكن سيتي اقواهم من الناحيه الدفاعيه، ولكن برضه لا ينصح قوي بدبل من دفاع سيتي. طيب ترينت الكسندر ارنولد خرج في الدقيقه 58، واعتقد ان هو لو كان خرج دقيقتين بدري كان ممكن تكون رد افعال الناس عليه دلوقتي اهدى شويه، وان مش لازم كلنا نفكر نبيعه. جاب كلين شيت فتمام، 2 كلين شيت في 3 ماتشات، وجاب 17 نقطه في الماتش بتاع بورنموث، فكان ساعتها الناس هتصبر عليه بشكل عادي، ولكن دلوقتي الناس كلها سخنه عليه. انا برضو اللي هقوله عن ارنولد هو اللي هقوله عن صلاح، ما تبيعش ارنولد قبل ليفربول هوم، وارد جدا يقدر يجيب لك نقط في ماتش زي ده بيلعبه في انفيلد. طبعا استنى ماتش دوري الابطال وشوف ايه اللي هيحصل فيه، ممكن ساعتها الكلام يختلف، ولكن حتى الان لو ارنولد وصلاح مش مصابين الاثنين ما تتخلاش عنهم قبل الجوله الجايه وهم بيلعبوا ليفربول.